وسينضم إلي مشاهدينا الكرام عبر سكايب الأستاذ محمد أو عبر الهاتف الأستاذ محمد العسل وكيل محافظة ريما. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا فيك أخي أكرم. نعم مشاهدينا الكرام. نعم أستاذ محمد، كما سمعت للمحلل السياسي الدكتور تركي العيار يتحدث عن أنه الورقة اليمنية أو الملف اليمني هو يأتي ضمن في سياق ملفات كثيرة، و ما قامت به إيران من جمع قيادات ميليشياتها وإذرعها المسلحة في المنطقة هي رسالة ضمنية للمجتمع الدولي وللعالم أجمع بأنه نحن الآمرين الناهين في توجيه مسار المنطقة بشكل عام. بالطبع أخي الكريم، ما شاهدناه خلال الفترة الماضية بالفعل، إيران تريد أن تقول للجميع وتقول للعالم بما فيها أمريكا بأننا يعني قوة مسيطرة وأننا الهيمنة على العديد من الملفات العربية ومنها الملف اليمني للأسف الشديد. ولذلك رأينا فعلا وفد الحوثي، وفد ميليشيا الحوثي يذهب إلى طهران لأداء البيعة والاستسلام وال يعني أمام الجميع، وهذا يدل دلالة قطعية، دلالة واضحة، دلالة صريحة أن إيران هي من تقف خلف هذه الجماعات الميليشياوية في كل الدول التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار فيها للأسف الشديد. هي كانت إيران يا محمد يعني سابقا كانت يا أستاذ محمد تدعمهم على استحياء وبطريقة غير مباشرة أو بإسقاطات إعلامية أو بطريقة إعلامية، لكن الآن أصبحت إيران تجاهر بهذا الدعم وتستقبلهم كممثلين لبلدانهم وليس كميليشيات. بالطبع، وهذا الكلام الذي نريد أن نقوله، كانت تدعمهم على استحياء كما ذكرت أخي الكريم، وكانت دعم من تحت الطاولة، بل حتى الجماعات نفسها كانت تنفي، مثلا عندنا في اليمن جماعة الحوثي وميليشيات الحوثي كانت تنفي علاقتها وصلتها بإيران، لعلنا نسمع قيادتهم وينفون ذلك ويعني ويتكلمون على غيرهم ويصفون نحن في الشرعية بالمرتزقة وبالعملاء كما يقولون للأسف الشديد. ورأى الجميع أبناء اليمن أو محمد عبد السلام فليتا وهو يعني كاد أن ينحني وأن يركع لسيده للأسف الشديد. كما ذكرت أخي الكريم، بالطبع كانت إيران تدعم على استحياء، لكن اليوم في الحقيقة الدعم أصبح على المكشوف، أصبح على العالم. كذلك حتى الميليشيات نفسها كما ذكرت كانت تنفي صلتها بأي طرف لها بإيران، لكنها اليوم تقول نحن وإيران يد واحدة. ولذلك هذه حقيقة رسالة قوية للمجتمع الدولي، رسالة قوية للتحالف الذي نتكلم نحن عن اليمن مثلا، بأن الملف اليمني بيد إيران، وأن إيران تقول للمجتمع الدولي وللعالم إذا أردتم الحل فالحل بأيدينا نحن وليس بحل جماعة الحوثي. عبارة جماعة الحوثي هي عبارة عن منسب، ليس إلا عبارة عن أداة يستخدمها أو تستخدمها إيران لتقويض الأمن والسلام الاجتماعي في المنطقة، بل وفي يعني في اليمن وفي المنطقة. نعم، أختم معك بهذا السؤال وهو يعني عن مستقبل. هناك ضغوط دولية لا يخفى عليك، هناك ضغوط من المجتمع الدولي، ضغوط إقليمية للوصول إلى حل سياسي في بلادنا، والعالم ملنا يا محمد، فبالتالي ما هو مستقبل أي حل وتوافق سياسي في ظل هذه الرعاية الواضحة من قبل إيران؟ في الحقيقة هناك ضغوط دولية كما ذكرت، وهناك توجه دولي لإحلال السلام، لإنهاء الحرب في اليمن كما نسمع، والكل الشرعية ترحب، قيادة التحالف ترحب، والحكومة الشرعية ترحب. نحن دعاة سلام، نحن لسنا دعاة حرب، لكن الميليشيات الحوثية ومن تقف وراءها إيران هي من تدعم هذه الحرب، وهي من تقف بقوة خلف يعني هذه الحرب، وخلف إطالة أمد الحرب، وخلف المعاناة للأسف الشديد التي يتلقاها أبناء اليمن في كل محافظات اليمن. لكن كما ذكرت أخي الكريم، يبدو من خلال المعطيات الكثيرة بأنه لا سلام ولا حل ما دام هذه الميليشيات الحوثية ترتهن من خارج للأسف الشديد. الأمر الآخر يعني على مدار هذه الست السنوات أو السبع سنوات العجاف من الاستيلاد ميليشيات الحوثي على الدولة اليمنية وعلى مخرجات مؤتمر الحوار وعلى المكونات السياسية اليمنية،
بل حتى من بداية حروبها في النظام السابق في 2004 معروف أن هذه الجماعة لم تلتزم ولم تفي بأي تعهد أو التزام للأسف الشديد. جماعة لا يمكن أن قد بأنها قد التزمت سواء بالمجتمع الدولي أو المجتمع المحلي أو الإقليمي، يعني إنها عبارة عن ميليشيا، وذلك الميليشيات دائما لا يحكمها لا قانون ولا قيم ولا مبادئ ولا أعراف ولا لا يهمها شيء. ولذلك نحن نؤكد بأنه لا حل، ونؤكد على هذا بأنه لا حل غير الحشد العسكري، فتح كل الجبهات، لأن الحوثي حقيقة لو رأينا في الأشهر الأخيرة حاول بحشوده أن يكسر أو أن يعني يحدث تقدم ولو بسيط في محافظة مأرب، لكنه للأسف لم يتقدم ولو شبرا واحد، بل قتلاه بالآلاف الأسرى بالآلاف، من يهربون من المعارك من من من, من يعني ميليشياته بالآلاف. ولذلك رأهم الجميع الحوثي يعيش في 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 مأزق الحقيقة. لكن هناك بعض الأمور هي من تجعل الحوثي يتمدد ويتوسع للأسف الشديد، وهو عدم الحث وعدم النية في حسم المعركة وفتح كل الجبهات في كل المحافظات اليمنية. نعم محمد العسل، وكيل محافظة ريما، شكرا جزيلا لك.